نهار 21 يونيو من سنة 2023، وحاولي تقريبا 11 ديال الصباح جبدات التليفون ديالها وعيطات ليه وغير جاوبها وهي تقول ليه ولا فينك من الصباح وانا كنحاول نتصل بك، جيب الزربة للدرة واقع مشكلة كبيرة وما عرفت من دير، سربي عافاك جي دغيا. قطعات معاه الاتصال ولا جاب سرعة البرق للدار وغير دخل وكانت المفاجأة. اهلا ومرحبا بكم خوتي العزاز على قناة الحدث ستوريز. اليوم قررت نتكلم لكم على قصة موسى ولاء اللي وقعت مؤخرا في العراق ودارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، وتم التداول ديالها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ولقات تعاطف كبير مع هاد الوليد واللي وقع ليه. غادي نناقش معكم القضية بجميع التفاصيل ديالها كيف العادة، فتابعوني خوتي العزاز حتى الآخر الفيديو، وما تنسوش خوتي تدعموا القناة واللي مازال ما اشتركش معنا فما عليه غير يضغط على زر الاشتراك تحت الفيديو، ومن المهم بزاف تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة وتكونوا دائما على اطلاع بآخر القضايا اللي كنطرحوها بشكل أسبوعي يوم السبت على الساعة 7 مساء. على أمل مستقبلا نبداو ننزلوا لكم فيديوهات يومي الأربعاء والسبت وفي نفس توقيت. المهم خوتي بلا ما نطول عليكم كتر، خذوا شي حاجه تشربوها وجلسوا في شي كوان مريح وطفيوا الضوء وخليوا صوتي ياخذكم باش نتعرفوا على قصه موسى ولاء. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وديروا ليه لايك باش ينتشر وتعم الفائده على الجميع، وهذا مهم بزاف اخوتي باش القصه توصل لعدد اكبر من الناس حيت فيها عبره وموعظه مفيده بزاف. فعفاكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك من بعد ما تشوفوا الفيديو، وكنشكركم على الدعم المتواصل ديالكم. قصة اليوم خوتي غادي تاخذنا لدولة العراق، وغادي نبداو كلامنا بالسيدة سارة قيس العيش اللي تزادت سنة 1995 واللي كانت هي أول زيادة عند والديها وكانت هي الكبيرة في خوتها، ولكن واحد الوقت في الأب ديالها غادي توفى وعاشت يتيمة من صغرها. سارة اللي قبل ما تكمل 16 عام فغادي يتقدم لها واحد السيد سميتو ولاء عبد الحسين الكعبي وغادي يطلبها للزواج، وفعلا سارة وافقات وتم الزواج. سارة الخوت كانت مازال صغيرة وما فاهماش مزيان المعنى الحقيقي ديال الزواج، هي فقط كانت في ديك الوقيته محتاجة لشي حد يكون عون وسند لها ويعوضها على فراق باها ويحسسها بالأمان. وانتم عارفين خوتي العزاز باللي الزواج في سن 16 عام او اقل ما كيكونش طبيعي واصلا ماشي قانوني، والبنات كيتزوجوا في سن كبر من هاد السن بزاف وكيلقاو مشاكل كتيرة مع شريك حياتهم الا من رحم ربي، فما بالك ببنيته صغيرة ما كملاتش حتى 16 عام. المهم الخوت فهد سارة عاشت مع راجلها ولاء في واحد المنطقة سميتها الشعلة بمدينة بغداد، ونهار 18 ماي من سنة 2012 فسارة ولاء غادي تزاد عندهم أول مولود واللي سموه أحمد، وما هي إلا 4 سنوات وغادي تعاود سارة تولد الدري الثاني واللي هو موسى ولاء. سارة كانت كتهتم بزاف بولادها وحريصة بحال كاع الأمهات على تربيتهم تربية حسنة، وكانت مخصصة وقتها كامل ليهم، وأحمد وموسى كانوا كيبغيوها بزاف. ظاهريا الخوت فهاد الأسرة الصغيرة كان باين عليهم التفاهم والسعادة وكانوا عايشين بشكل طبيعي جدا، ولكن الخوت من مور باب دارهم فولاء وسارة كانوا كيعيشوا مشاكل كثيرة وما كانوش نهائيا مفاهمين وديما كيتخاصموا في الدار وعلى أقل حاجة، خصوصا ملي ولاء غادي يخدم في سلك الأمن العراقي. هاد المشاكل الخوت ما بين سارة وولاء كانت طبيعية ولسبب بسيط، حيت زواجهم ما عمرو ما كان عن حب، وكيفاش غادي يكون عن حب وسارة خدات ولاء وهي مازال طفلة صغيرة وما كتعرفش المعنى ديال الحب. المهم الحدة ديال عدم التفاهم والخصومات ما بين سارة وولاء غادا تزاد كتر من بعد الولادة ديال موسى، وولاء مبقاش كيقنع غير بالغوات على سارة والسبان ديالها، بل مشى بعيد ولا كيضربها لدرجة أن حتى فراش الزوجية مبقاش كيجمعهم وكل واحد فين كان كينعس. وهنا سارة مبقاتش قادرة تصبر أو تحمل هاد المعاناة وطالبات ولاء بالطلاق، وبالفعل غادي تم الطلاق سنة 2017، ولكن حتى تنزلت سارة على جميع الحقوق ديالها بحال النفقة والمنزل. غير هو فسارة ما فرطاتش في حاجة وحدة وكانت مصرة عليها واللي هي الحضانة ديال ولادها اللي كانت دايراهم بحال عينيها اللي كتشوف بيهم.
بالفعل كيف قلت لكم خوتي العزاز، فسارة خدات طلاقها في شهر اكتوبر من سنة 2017 وبالشروط ديالها، ورجعات لدارهم وعاشت مع والديها هي وموسى واحمد. اما ولاء الطليق ديالها فكان اصلا هاد الشيء مسلكو حيت كان ما عندوش الوقت بزاف، وكان دائما في خدمته مع الامن العراقي، وكان ديما كيسافر في مهمات خارج بغداد، وهاد الانفصال جاع لا كانت ولا تابع لا متبوع. كان كيجي كل سيمانه يشوف ولادو ويديهم يدوزو عنده الويكاند في دارو، وساره اللي كانت كتخرجهم ليه وتسلمهم ليه بيديها وما كانتش عارفه باللي ليام غدا تدوز، والقدر مخبي ليها اللي ما عمرها فكرات فيه او تخيلاته في حياتها. من بعد ما دازت شهور على الطلاق الاتفاقي ما بين ولاء عبد الحسين وساره قيس العيش، فولاء غادي يتعرف على واحد الشابه في عمرها 29 عام وسميتها عذراء الجنبي. تفاهموا وياها وبغاها وبغاتو على حساب ما كيقول هو بنفسه. وولاء تقدم من بعد العذراء بطلب الزواج ووافقات على الفور وتزوجوا هو وياها، وما هي الا سنوات قليله وغادي يولد معاه حتى هي وليد وبنيتها، لا داعي لذكر الاسماء ديالهم. خلال دوك السنوات كان ولاء كيمشي بشكل دائم كل سيمانة باش يشوف ولادو أحمد وموسى، وكيديهم معاه لدار ويدوزوا معاه نهاية الأسبوع هو ومرتو عذراء الجنبي. ولكن واحد النهار فعذراء اللي كانت على حسب ما غادي يجي من بعد في الأحداث ديال القصة ديالنا، واحد الإنسان نيتها ما صافياش، غادة توسوس الولاء وغادة تقول ليه علاش غادي تبقى مشتت انت ولادك وكل واحد في جيه، وتبقى كل مرة غادي جاي بهم ووقتك وفلوسك كيضيعوا في الخوا، جيبهم يعيشوا معانا وصافي، وانا كنواعدك نتهلا فيهم بحال ولادي. ولا كان واضح بزاف على انه كيسمع العذراء وما كيخسرش لها خاطرها، وعلى هذا الشيء غادي يبدا يتصل بمرته ساره ويطلب منها انها تنازل لي على الحضانه ديال ولادو. ولكن ساره كانت دائما كترفض وما باغاش ولادها فلدات الكبد ديالها تربيهم مره اخرى، وهنا بداو المشاكل والصداع ما بيناتهم، وديما كانوا كيتهاوتوا هو وياها في التليفون. في سنة 2020 فولاء غادي يشري واحد القطعة أرضية على أساس يبني فيها منزل جديد لمرتو الثانية هي ولادها، وبالفعل بدا عملية البناء، غير هو ما قدرش يكمل نظرا للظروف الاقتصادية اللي عاشها العراق في ذاك الوقت وكانت خارجة على إرادته. ولكن من بعد فهاد السيد قدر يكمل البني ديال ديك الدار، ورحل هو ومراته عذراء ولادو عاشوا فيها، وولاء من بعد ولا كيجيب حتى ولادو من سارة كيدوزوا معاه العطلة تما كيف عادتهم. في شهر اكتوبر من سنة 2022 وبحال ديما، ولاء وصل دار آية عند والديها على أساس ياخذ ولاده، وبالفعل خرجاتهم ليه قبل ما يمشيوا عنقوها بحرارة وتوادعوا مع جدهم وجداتهم ومشاو مع باباهم ولاء. داز ديك اليومين الخوض ديال عطلة نهاية الأسبوع، وصارت سنات وليداتها على أحر من الجمر باش يرجعوا، ولكن ما رجعوش. حاولت سارة تصل بولاء شحال مرة، ولكن السيد ما كانش كيجاوب نهائيا، وحتى باش تمشي عنده للدار تشوف اش واقع فما كانش ممكن حيت ما كانتش عارفة السكنة الجديدة ديالو. دازت شي ايامات قليلة على النهار اللي كان خاص الدراري يرجعوا فيه لدارهم عند ماماهم، ولكن ما رجعوش، وحتى ولاء ما حاولش حتى يتصل بسارة على الاقل غير يطمنها عليهم او يخبرها شنو واقع، وكانت هي غادة حماق عليهم. بقات كل نهار كتحاول تواصل مع ولاء بلا كلل او ملل، حيت تليفونه كان كيصوني غير هو ما كانش كيتسوق للاتصالات ديالها. حتى لواحد النهار ولاء غادي يجاوبها اخيرا، ويمكن جاوبها غير بالغلط، وهنا قالت لي فين ولادي يا ولاء، وشنو واقع ليهم وعلاش ما جبتيهمش ليا، وعلاش اصلا ما كتجاوبنيش في التليفون ملي كنتصل بيك. ولاء غادي يجاوبها ببرود بحال اللي حتى حاجه ما واقع، وقال لها سمعي ساره، ولادك ما غاديش نرجعهم، وهم حاليا غادي يعيشوا معايا انا وامهم جديده. سمعي مزيان اش غادي نقول لك ساره، احمد وموسى حاليا ما بقاوش محتاجين ليك، ومن الاحسن ليك وليهم انك غير تنسايهم. ساره حاولت تستوعب الموقف وردات على ولاء وقالت ليه دابا غير سمع ولاء، بغيت غير نعرف علاش كدير فيا هكا، انا ولادي جالسين مرتاحين مع دارنا وهما فرحانين في دار جدهم وما خاصهم حتى حاجه، علاش باغي تحرمهم مني وتحرمني منهم؟ راه ما كاين حتى وحده اللي غادا تقدر تهتم بهم قد يا ولاء، دير عقلك يا ولاء ورجع لي يا ولادي.
سارة كانت كتهضر مع ولاء وفي نفس الوقت تفكرات شي حاجة مهمة كانت كتلاحظها ديما ملي كيرجع أحمد وموسى من دار باهم، واللي هي أنها فين ما كانت كتجي كتبغي تبدل لموسى حوايجو، كيبان ليها كاع مطبع في لحمه، وهاد الشي كانت كتلاحظه حتى في أحمد. وملي كانت كتسولهم كيقولوا ليها باللي مرت باهم عذراء هي اللي كدير فيهم ديك الحالة. سارة بقات كتطلب في ولاء باش يرجع ليها ولادها، وكانت حالتها ما تبغيوهاش خوتي لعدوكم، حيت كانت متأكدة أن عذراء مرت الطليق ديالها عمرها ما غدا تقدر تعوض بلاستها أو تهلا في ولادها، والدليل كانت كتشوفو مرارا في وليداتها. حاولت تفاهم مع ولاء ولكن هو راسه كان قاصح وباين فيه ما عمره ما غادي يرجع ليها فلذات الكبد ديالها، وعلى هذا الشيء فصار غير قطعت معاه الاتصال، وهي تمشي على الفور عند البوليس ديال منطقتهم وحطات شكايه بالطليق ديالها ولاء، كتهمو فيها باللي هو داليها ولادها وحرمها من حقوق الحضانه ديالهم. الشرطة العراقية غادي يستدعي ولاء في نفس النهار وداروا ليه مواجهة مع سارة، وهنا والغريب أن ولاء تقلب دغيا وما بقاش داك الراجل اللي ديما مضارب مع سارة، وكان كيتصرف معاها بهدوء وبشكل عادي. قال للشرطة على أنه واقع سوء تفاهم حيت هو منواش يبقى محتفظ بولاده، وكان أصلا غادي يرجعهم ليها داك النهار في العشية. الشرطة غادا تسد المحضر من بعد ما ولاء وعدهم باللي الوليدات غادي يكونوا عند ماماهم في العشية، وبحكم أنه حتى هو معاهم في نفس المهنة تاقوا به وداروا ليه هو وسارة محضر صلح وكل واحد مشى بحاله. مع وصلات سارة لدارهم فولاء غادي يتصل بها وبقى كيسب فيها، وكتر من هاد الشي غادي يقول لها على أنها إلاش كاتبيه مرة أخرى عند البوليس أو حاولت حتى تتصل بهم، فهي ما عمرها ما غادا تبقى تشوف مازال موسى وأحمد للأبد، وباللي هو كيفضل على أنه يصفيها لهم على أنهم يعيشوا معها. سارة كانت عارفة باللي ولاء ممكن تتوقع منه أي حاجة ويقدر بالفعل ينفذ قاع داك الشي اللي كيقول، بقات كتطلب فيه وواعداتو باللي عمرها تمشي عند البوليس غير هو على الاقل يسمح ليها غير باش كل سيمانه تشوفهم وتديهم يزوروا جدهم وجداتهم حيت كانوا كيبغيوهم بزاف، ولكن ولاء رفض هادشي جمله وتفصيلا وقطع عليها الخط. حاولت سارة مرارا وتكرارا تهضر معاه وتقنعوا باللي الوليدات متعلقين بها وبوالديها بزاف وخاصهم مرة مرة يجيوا يجلسوا معاهم في الدار، طلباتو وترجاتو ولكن قلبو كان من الحجر وكان ديما كيصدها. بقات الأوضاع على ما هي عليه ودازت أيام طويلة، وأحمد اللي في عمره 11 عام وموسى اللي في عمره 6 سنوات كانوا عارفين باللي الوضع ماشي طبيعي. في الاول كانوا هاد البراعم الصغار كيتظاهروا باللي هما ما عندهم مشكل وكيحاولوا يتصرفوا بشكل طبيعي في دار باهم، ولكن من بعد ملي القضيه طولات بداو كيعبروا على الرفض ديالهم باش يعيشوا تماك، وقالوا لباباهم شحال من مره انهم باغين يرجعوا عند ماماهم ساره ولكن هو ما كانش كيتسوق لهم. موسى واحمد نفسيتهم مرضات وما بقاوش كيبغيو ياكلوا، وبزز باش كتخليهم مرت باهم عذراء الجنب يجي وياكلوا معاهم في الطابله. كانوا مساكن كيعتقدوا انهم الا داروا داك الشي فباباهم غادي يحن فيهم ويرجعهم عند ماماهم، ولكن بدون جدوى وحتى حاجه ما تبدلات، لدرجه ان ولاء جمعهم واحد المره وقال لهم واخا ديروا اللي درتو غير نساو حاليا ماماكم وديروا في بالكم باللي عذراء ابتداء من اليوم غادا تكون هي ماماكم، وخاصكم تبقاو تعيطوا ليها ماما بغيتو ولا كرهتو. هاد الوليدات الخوت ما كانوا فاهمين والو من هاد الشي، هما فقط كانوا باغين ماماهم، كانوا محتاجين ليها، كانوا باغين يعنقوها ويحسوا بالعطف والحنان ديالها، وعلى هاد الشي رفضوا انهم يطيعوا عذراء الجنبي وما تجاوبوش معها نهائيا، او بمعنى ادق ما حملوهاش وما كانتش ممكن انها تجي في بلاصه ماماهم ساره. بقاو الدراري في العكوسات ديالهم مع عذراء، وملي كانت كتطلب منهم شي حاجه كانوا كيديروا العكس ديالها، وهنا فعذراء غادا تدوز معاهم للمرحله المواليه. بدات هاد خيتي كل نهار فين ما كتشوفهم كتبقى تعير فيهم وتغوت عليهم، والاكثر من هاد الشيء ولات ديما كتعصيهم خصوصا ملي ما كيكونش ولاء في الدار وخارج في مهمه مع الخدمه ديالو، بحيث فولاء كان كيغيب على الدار الايام وبعض المرات الاسابيع، وكيف كتعرفوا خوتي العزاز فالامن والشرطه ما كيكونش الوقت ديالهم وكيكونوا دائما مرتبطين بتعليمات القيادات ديالهم. المهم عذراء ما بقاتش كدوي مع موسى ولاء واحمد فمها، ولات قبل ما كتهضر كتشير عليهم باللي كانت في يديها. عذراء ولات من بعد حرفيا كتمرمدهم مزيان وبجميع الوسائل بالصمتة وبالكابلي وحتى بالمواعن ديال الكوزينه واي حاجه كانت قدامها،
موسى واحمد كانوا واحد جوج ديال الخوت اللي مرتبطين ببعضياتهم وكيبغيو بعضهم بزاف وما كانوش كيتفارقوا. كل واحد فيهم كان كيخاف على الاخر اكثر من راسه، وهذا عذراء وحيت فقط ما كانتش حاملاهم ولات كتنعس كل واحد فيهم في بيت بوحده. والاكثر من هاد الشيء فمن بعد ولات كتنعسهم في بيت المشرف الله قدركم. عذراء كانت كذلك ما كتخليهمش يلعبوا بحال الدراري اللي في السن ديالهم او ياكلوا داكشي اللي بغاو، وفي المقابل كانت مهليه في ولادها ومحارمهم من حتى حاجه. غادي تقولوا لي الخوت ولاء باباهم فين كان من هذا الشيء؟ وهنا غادي نقول لكم بلي هاد عذراء كانت كتخليه حتى كيمشي للخدمه ديالو عاد كتبدا تدير فيهم اللي بغات، اما قدامه فكانت كتعاملهم معامله عاديه بحالهم بحال ولادها. ويمكن كانت هذيك السويعات القليله اللي كيدوزها ولاء في الدار هي الملاذ الوحيد ديال موسى ولاء واحمد باش كيرتاحوا كيديروا على الاقل داك الشيء اللي في خاطرهم. دازت ايام على هاد الحال، وواحد النهار ولاء لاحظ ان ولادو فيهم شي طبعات زرقين في لحمهم، ومن اللي سول عذراء علاش نوقع خرجات عينيها وقالت ليه باللي هي بالفعل اللي كدير فيهم هكاك باش تربيهم حيت ما كيسمعوش ليها وكيديروا غير المشاكل والصداع. السيد ما هضر ما تكلم وما بقاش كاع حتى هز راسو فيها. وكثر من هاد الشيء فشحال من مره فاش كان ولاء كيرجع من الخدمه فعذراء كانت كتبقى تشكي عليه منهم، وهو بنفسه اللي كان كيأدي المهمه وعلى اكمل وجه الخوت. وهاد الشيء اللي سمعته خوتي العزاز كان غير البدايه، واللي جاي من احداث القصه ديالنا اكثر بكثير من داك الشيء اللي سمعته. مع مرور الايام والاسابيع فاحمد اللي كبر من موسى غادي يبدا يفهم على انه خاصو ينضبط مع الاوضاع باش يبقى مرتاح وما تقربش منه عذراء. ولكن موسى ولاء ما كانش فاهم هاد الشيء، وكانت تصرفاته في الحقيقه طبيعيه حيت بعدوه صحة على الام ديالو. موسى ولاء كان كيتمرد على الوضع بزاف، وكان رافض بشكل قاطع على انه يتجاوب مع عذراء، وما كانش كيبغي يعيط ليها بماما والو، ما كيسمعش ليها وما كيحملهاش نهائيا، وكان مقتنع في عقله الطفولي باللي غادي يجي النهار اللي غادي تجي فيه ماماه وتعتقه من ديك الحاله اللي كان كيعيش فيها. ولكن خوتي العزاز هاد الشيء ما عمره ما غادي يطرا، وصار الام ديالو ما عمرها ما جات وما كانت اصلا عارفه والو، وموسى ما غاديش يقدر يشوفها وللابد. في شهر ابريل من سنة 2023 فالمدير ديال المدرسة اللي كان احمد وموسى ولاء كيقراو فيها غادي يتصل بولاء وطلب منه باش يجي على وجه السرعة لعندهم على ود شي موضوع مستعجل. وصل ولاء للمدرسة وهنا المدير تلاقاه وقال ليه بلي المعلمين ديال موسى ولاء لاحظوا انه ديما كيجي للمدرسة ويديه وجهه فيهم بعض الكدامات، واضح انهم بسبب شي حد كبر منه من اللي سولوه ما كيبغيش يجاوبهم. ولاء سمع المدير المدرسة وقال ليه بلي هو بسبب ظروف العمل ديالو اللي خلاته يكون في مهمة الأسابيع فما كانش في الدار وما عارفش وما شافش شنو واقع لولده. ومن بعد فولاء وعد المدير بلي غادي يمشي للدار ويشوف شنو واقع ويحاول يصحح الوضع. ولاء بالفعل رجع للدار ودخل معصب وعيط على عذراء، ومن اللي جات فغادي يدور فيها وبقى كيغوت عليها وقال لها كيفاش حتى ولدي طرى لي هادشي. عذراء بقت كتبكي وقالت ليه كيفاش انت كتهمني بهاد الشيء وانا اللي هازه ليك بهبالك وهبال ولادك ومهليه ليك في دارك، وانت عارفه ولاء بلي ولادك داصرين بزاف وخصوصا موسى ولاء اللي راسه قاصح وما كيسمعش الهضره، وانا كأم ديالو فعندي الحق نربيه ونعلمه كيفاش يتصرف بالاداب، وزيدون ماشي انا اللي درت فيه هكاك، خاصك تعرف بلي خوه احمد هو سبابه في داك الشيء، وانا ما بغيتش نقولها ليك حيت عارفاك غادي تجي وتقدر تعصب ونوليو في شد ليا نقطع عليك. ولاء فسمع عذراء كتقول هادشي وكتبكي بقات فيه وحس براسو ظلمها بلا دليل، وهنا اعتذر منها وقرر يكفر على الفعله ديالو وداك الشيء علاش في الغد مشى كتب ليها الدار كامله في سميتها. المثير للاهتمام الخوت ان الجيران ديال ولاء وعذراء قالوا بلي عذراء في هاد العلاقه الزوجيه كانت هي المسيطره، واللي قالتها هي اللي كتكون كاع القرارات اللي كتخص الاسره ديالهم هي اللي كانت كتفرضها، وولاء كانت تحت التاثير ديالها وهي الامر الناهي في الدار. بعد هاد الحادثه الخوت فعذراء ما جمعاتش راسها وعاد ما بقاتش كتحمل موسى اكثر واكثر، وموسى حتى هو عاد ما زاد ما بقاش كيحملها، وكان دائما كيسول غير على ماماه ساره اللي ما كانتش بتاتا قادره تدير شي خطوه باش ترجعوا هو وخوه ليها من بعد اخر اتصال ليها بولاء، مع العلم انها اصلا ما كانتش عارفاهم حتى فين ساكنين.
يعني هاد السيدة ما بقى عندها حتى تواصل معاهم باش على الأقل تعرف شنو طاري ليهم. المهم خوتي فعذراء زادت فيه بزاف ولات صعب من الأول، وكانت غير حاطة على موسى ولا كل نهار، وأي حاجة كانت حداها كانت كتصيفطها ليه، مرة غراف ومرة صندالة، وبعض المرات كتجيب شي زرواطة من الزنقة وكتبقى تعطيه بها. وأحمد خوه الكبير كان شاهد على هاد الشي كامل. أحمد اللي بطبيعة الحال كان كيبقى فيه خوه موسى ولاء، ولكن ما كان قاد يدير ليه والو. وبالرغم من هاد الشي فأحمد كان كيخلي عذراء حتى كتمشي تنعس أو تخرج، وكينوض يجمع قاع دوك الأدوات اللي كانت كتستعملهم، وكيمشي يجري يخبيهم مور التلاجة باش ما تلقاهمش عذراء. أحمد اللي كان ديما مخلوع من داكشي اللي مرتباه قادر عليه، وما كان كيقدر يعاود داكشي لحتى شي واحد، وكان عنده الحق الخوت. نهار 20 من شهر ماي سنة 2023 عذراء فقصها موسى ولاء مرة أخرى، وهنا فهاد السيدة غدا تفوت بكثير داكشي اللي كانت كدير من قبل. غدا تاخد قارة وحيدات لي حويجو، ولكم الخوت أن تتخيلوا شنو غدا تدير ليه هاد السيدة. طبعاتو كامل بداك القارة وكانت غدا تدير ليه يديه فوق العافية، والحسن حظ فلت منها وهرب. بقى غادي كيجري حتى بان ليه واحد المحل ديال الماكله سميتو ابو فلافل، ودخل ليه سخفان وتوجع عند مول المطعم اللي كان معروف في المنطقه، وطلب منه يعتقو من مرتباه. عذراء ما عرفات ما دير ديك الساعه، وهنا اتصلت بولاء وقالت ليه: ولاء، موسى هرب من الدار وما عرفتو فين مشى، جيب الزربه ولاء وسير قلب عليه. ولاء بالفعل جاوب، بقى كيقلب على موسى حتى لقى عند ابو فلافل، والناس كانوا مجموعين عليه ديك الساعه، خصوصا ان موسى عاود ورى لابو فلافل كاع داكشي اللي كانت كدير فيه عذراء. ولاء غادي يطلب من ابو فلافل باش يعطيه ولده ويرجعو للدار، ولكن ابو فلافل ما بغاش وعيط ديك الساعه للبوليس. البوليس اللي جاو على وجه السرعه وداو معاهم ولاء وحتى موسى للمركز، وتماك غادي يقلبوا موسى وشافوا كل شيء، وموسى ولاء كان مكرفص مزيان. الشرطه غادي ياخذوا الموسى شي تصاور وداروا ليه بالفعل فيديو، وكتبوا تقرير مفصل بداك الشيء اللي شافوا. المهم البوليس بداو كيستجوبوا في ولاء، وشرح ليهم باللي هو ما عنده حتى علاقه بداك الشيء واصلا كان في الخدمه ديالو. وهنا فالشرطة غادي يصدروا أمر بإحضار عذراء، ومن اللي جابوها وسولوها قالت لهم بلي داكشي كامل اللي في موسى ولاء فهو بسبب خوه أحمد. البوليس بطبيعة الحال ما كيلعبوش، وعارفين بلي الطبعات اللي في موسى ولاء كانوا بسبب القارو، وما يمكنش يتسبب فيهم خوه أحمد اللي الله عنده 11 عام، وكانوا متأكدين بلي حالة موسى سببها بالضرورة شي حد اللي هو كبير. الغريب في الامر الخوت ان الشرطه ولسبب من الاسباب ما اعتقلوش عذراء، واكتفوا بانهم عطاوها انذار هي ولاء، وقالوا لهم باللي في المره الجايه غادي يطبقوا معاهم القانون وياخذوا ليهم موسى ولاء ويديوه للخيريه يعيش تماك. سلموا ليهم هاد الاخير، ومن بعد رجعوا بحالهم لدارهم. وهنا وبالضبط للاسف كان ممكن ان موسى ولاء يتعتقوا ما يوقعش ليه اكثر من داكشي اللي كان كيعيش فيه. نهار 20 يونيو من سنة 2023، أي بعد شهر واحد من نهار الحادثة اللي وقعت في مركز الشرطة، فعذراء داك النهار عاد قررت على أنها توري لموسى علاش قادة، وعاد تفكرات الفعلة ديالو. وهنا وحوالي العشرة ديال الليل جات عنده وداتو للكوزينة وجلساتو على كرسي في الطابلة ديال الماكلة، وحطات ليه قدامه بكية عامرة فيها تقريبا شي كيلو ديال الملحة، ومن بعد جابت جنوية حطاتها حتى هي فوق الطابلة وقالت ليه: غادي تاكل هادي كاملة دابا، وإلا ما بغيتيش شفتي ديك الجنوية اللي حداك ياك؟ إيوا راك عارف شنو غادي يوقع ليك إلا ما كليتيش هادشي. ولكم الخوت أن تتخيلوا الحالة النفسية الصعيبة اللي غادي يكون فيها موسى ولاء في ديك اللحظة. شي حاجة بصراحة خوتي العزاز كتضر بزاف في الخاطر. موسى ولاء كان كيقفقف وكيبكي، وهنا بدا كياكل في داكشي غير بزز، وواحد اللحظة ما بقاش قاد يزيد كتر وحبس من الماكلة. وهنا جات عذراء وخدات حفنة الملحة ودارتها ليه ديريكت في عينيه. موسى بقى كيغوت وحاول يفلت منها، ولكن ديك عذراء شدات وقالت ليه: اجلس وكل، ولا هاد المرة عاودتي نطي ولا رديتي غادي تكون هي الاخرى ليك. موسى ولاء جلس وبقى كياكل حتى قرب يكمل كل شيء، وهنا بدا حشاكم خوتي كيرد وناض من بلاصتو. وفي ديك اللحظه جات عذراء وقجاته حتى غيب وخلاته في الكوزينه وطلعات لبيتها بكل برود ونعسات.
احمد ولاء الاخ الاكبر ديال موسى شاف وكان شاهد على هذا الشيء كامل، وكان مخلوع بزاف وما قد يقول حتى كلمه، وغير طلعات عذراء لبيتها تنعس وهو يجي كيجري عند خوه حاول يفيقو ما خلى ما دار، ولكن وللاسف ما نجحش. وشنو عند وليد خوتي العزاز عنده غير 11 عام ما يدير في بحال هاد الحاله. المهم الخوت في الصباح فاقت عذراء وهبطات للكوزينه باش توجد الفطور لولادها، وموسى ولا كان مازال طايح في الكوزينه وما كيتحركش، وكان شيئا لم يكن، ما تسوقاتش ليه بتاتا. وجدات الفطور وفطرات ولادها عادي، ومع الحداش ديال الصباح غادي يمشي عندها احمد وقال لها بلي موسى ولا ما كيتحركش وما بقى كيطلع ما بقى كينزل. وهنا عرفت خوتي العزاز شنو غادا تقول ليه هاد خيتي. قالت لي سير بعد مني، هذاك راه غير دايرها بالعاني. وباش تثبت لأحمد هضرتها ناضت وجات عند موسى وحركاته برجليها، ومن بعد خرجات من الكوزينة عادي بحال اللي حتى حاجة ما كاينة. أحمد بقى مع أخوه كيحاول يفيقه ولكن والو، موسى ولا بقى كيف ما هو، وعذراء كتدخل وتخرج من الكوزينة بحال اللي ما كاين والو، عادي ما مسوقة لحتى حاجة. ضربات جويه ثلاثة ديال العشية تقريبا، وهنا أحمد جا كيجري عند عذراء وقال ليها بلي خوه مغطي بالدبان وبقى كيطلب فيها باش تمشي معاه تشوف. ناضت عذراء غير بشوية من بلاصة وتمت غادة معاه، ومن اللي وصلت للكوزينة بالفعل شافت موسى مجموع عليه الدبان، وهنا عرفات عذراء بلي موسى ولاء مول أمانة دا أمانتو. عذراء كلفات وعوض ما تعيط للومبيلونس، جبدات تليفونها وعيطات الولاء وقالت ليه باش يجي للدار بالزربة وما يتعطلش حيت موسى كلا بزاف ديال الملحة. ولاء وصل للدار مع جويه السبعة ديال العشية، وغير وصل ودخله ما يبانوا ليه ولاده من عذراء جالسين كيتفرجوا في التلفازة، وعذراء جالسة في الدروج بهدوء وبرود، وأحمد حتى هو جالس وبعيد عليها وباين عليه في الملامح ديالو تأثر كبير. وهنا غادي يسولها ولاء وقال لها فينا هو موسى، وقالت ليه راه باقي في الكوزينة. ولاء مشى كيجري للكوزينة وغير دخل وهو يلاحظ باللي موسى مغطي بالدبان، وعرف باللي الدري صافي مول الأمانة دا أمانتو. رجع ولاء من بعد عند عذراء وسولها وقال لها شنو وقع عذراء، شنو درتي لولدي وعلاش حالته دايره هكاك؟ جاوباتو عذراء ببرود وقالت ليه ما عرفتش، سير هز ولدك ولاء راه مول الأمانة دا أمانتو. ولا جبت التليفون ديالو واتصل بواحد ولد عمو كيسكن قريب ليه في المنطقه وقال ليه عافاك خويا جي دغيا راه واقع عندي مشكل كبير في الدار ودخت وما عارف ما ندير. ولد عم ولا بعد فتره جا للدار، ومن اللي شاف موسى في ديك الحاله ما ترددش وجبت التليفون وبغى يتصل بالبوليس، وهنا دوات معاه عذراء وقالت ليه لا خويا البوليس بلاش عافاك راه ما غادي يقدروا يديروا والو، زيدون راه احمد هو اللي لقيته معاه في الاول ويمكن هو اللي دار فيه ديك الحاله ويقدروا يعتقلوه. ولد عم ولاء ما تسوقهاش وبالفعل عيط للبوليس، وما هي الا لحظات حتى كانوا في موقع الحادثه. البوليس من اللي شافوا موسى ولاء هكاك غادي يسولوا عذراء، وبالفعل جاوباتهم بنفس الجواب اللي عطات الولد عم ولاء، احمد هو اللي صفاها لموسى ولاء. البوليس وعلى الفور استنتجوا ان داك الشيء اللي وقع لموسى ما يمكنش يكون سبب وليد عنده يلا 11 عام، وهنا في البوليس خداو شي تصاور لموسى وتم النقل ديالو لمصلحه الطب الشرعي، ومن بعد داو ولاء وعذراء الوليدات معاهم لمركز الشرطه. وصلوا للمركز ومباشرة غادي يبداو التحقيق اولا مع ولاء. ولاء اللي خبرهم باللي هو ما كانش في الدار وما عارفش شنو واقع، وباللي مرتو عذراء هي اللي كتبقى مع الدراري في الدار وكتقابلهم. صرح ولاء كذلك باللي ولادو موسى واحمد كانوا لاقين صعوبة كبيرة باش يتأقلموا مع حياتهم الجديدة من بعد ما كانوا عايشين مع طليقته سارة، وباللي هو كان كيحاول يعيشهم احسن عيشة، ولكن كتاب اللي كتاب. كمل ولاء التحقيق، ومن بعد خرجوه ودخلوا عذراء للاستنطاق اللي تم النشر ديالو كفيديو مصور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لكم تشوفوه خوتي العزاز. عذراء الجنابي غير دخلات للتحقيق وقبل ما يبداو معاها بدات كتقول لهم راه احمد هو اللي دار لخوه داكشي، وكلوا الملحه بزز منه حتى مول الامانه دا امانتو، انا راه غير دخلت للكوزينه على غفله ولقيته هكاك. عذراء كانت مسرعة الأقوال ديالها والمحققين استمعوا ليها، ولكن ما كانوش متيقين الرواية ديالها حيث الآثار اللي لقاو في العنق ديال موسى ما كانوش بتاتا ديال الدين دري صغير، كانوا ديال شي حد كبير، وكان بالنسبة لهم اللي دار ديك الفعلة واحد من والديه سواء عذراء أو ولاء. المحققين غادي بحثوا وسولوا على ولاء وعرفوا باللي هو فعلا ما كانش في الدار وكان خارج في مهمة لعدة أيام مع الخدمة دياله،
وهنا غادي يعاودوا يرجعوا عذراء مره اخرى للاستنطاق وواجهوها بالادله وضغطوا عليها اكثر. وهنا قررت تعترف لهم وصرحات لهم على انها هي المسؤوله على داك الشيء اللي وقع لموسى ولاء. قالت لهم بلي موسى كان راسو قاصح وما كيحترمهاش، وقالت لهم كذلك بلي موسى ولد مفشش وما كانش باغي يقرا، وبلي هي اصلا ما كانتش باغاه هو وخوه يعيشوا معاها، والغلط ديال ولاء وهو اللي فرض عليها هاد الوضعيه. من بعد الاعترافات ديال العذراء اللي يمكن لكم تشوفوها ومنتشره في فيديوهات كثيره كيف قلت لكم خوتي في اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، فنهار 22 يونيو غادي تم اعتقالها بشكل رسمي بتهمة التصفية العمد مع سبق الإصرار والترصد. عذراء اللي غادي تم كذلك عرضها على طبيب نفسي وأكد ليهم على أن هاد السيدة ما كتعاني من حتى شي أمراض نفسية أو عقلية، وباللي هي مسؤولة تماما عن الأفعال ديالها. أخبار موسى ولاء داعت في السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، وصار الأم الأصلية ديال الوليدات عرفات بالحادثة غير من خلال الأخبار في التلفازة. ولكم أن تتخيلوا خوتي العزاز كيفاش غدا تكون هاد الأم هي والعائلة ديالها من اللي سمعوا الخبار. بصراحة هاد الشي صعيب بزاف وكيوقف العقل الخوت. على أي فصار ما كانتش عارفة بدك الشي اللي كيدوزوا من ولادها. اه بالفعل كانت عارفة باللي ممكن يكونوا معيشينش مزيان وما مرتاحينش مع مرتباهم عذراء، ولكن ما عمرها تخيلات ان الامور غدا توصل حتى لهاد الدرجة. هي اصلا ضحات على قبلهم وتنازلات على انها تشوفهم غير على قبل ولاء قال لها باللي غادي يصفيها لهم الى صدر منها شي رد فعل، ولكن خوتي العزاز قدر الله وما شاء فعل. قضية موسى ولاء ولات قضية رأي عام وانتشرت في السوشيال ميديا، والناس اللي تابعوها كل شي كان كيطالب بالحكم على عذراء بأشد العقوبات وكذلك الولاء، حيث في نظرهم فولاء كان حتى هو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في القضية. واللي زاد صعب الوضع هو أن الطبيب الشرعي اللي شاف موسى قال في التقرير دياله باللي موسى ولاء وقع ليه اللي وقع بسبب الخلع قبل ما مول الأمانة يدي أمانته. وهذا التقرير غادي يغير مجريات المحاكمة بالكامل، حيث هنا تحيدات صفة التصفية العمد من القضية وولات القضية قضية حادثة غير عمد أدات للواقعة. وفي هذه الحالة فأقصى العقوبات اللي ممكنة غدا تكون فقط هي السجن بسنوات سواء قلال أو كتار. من بعد هاد الشي كامل فالبوليس غادي يسولوا ولاء علاش خدا ولادو وداهم يعيشوا مع مرتو بزز منهم، وهنا غادي يقول لهم ولاء باللي ولادو تخلات عليهم مهم صار بصفة نهائية وكانت حاطاهم غير عند والدها وما كانتش مسوقة لهم واصلا ما كانوش عايشين مزيان، وهاد الشي اللي خلاه تدخل وجابهم عندها. ولكن خوتي العزاز هاد الشي ما كاين منه والو، والامور كانت واضحة وبينة خصوصا من بعد تصريحات الشهود والجيران ديال الوالدين سارة، وحتى تصريحات احمد اللي وضح بشكل قطعي على انهم كانوا فرحانين هو وخوه في دار جدهم مع ماماهم سارة. على اي فالوثائق ديال الطلاق ما بين ولاء وسارة بينات على ان سارة تنازلات على كل شيء الا الحضانة ديال ولادها، وهذا الشيء كيفند الادعاءات ديال ولاء اللي كان باغي يخرج راسه من المسؤولية وباغي يبين راسه على انه هو اللي تظلم في هذه الاحداث كاملة. وعلى الرغم من الادعاءات ديالو فغادي تتم المتابعة ديالو حتى هو من اجل عدم الامتثال لقانون الحضانة وحرمان سارة من ولادها. نهار 26 غشت من سنة 2023 بدأت المحاكمة ديال عذراء، وكان من بين الشهود أحمد وسارة والجيران وحتى ولاء. ولاء اللي في الشهادة ديالو كان كيحاول يخفف الحكم على عذراء بتبريرات واهية، وكان باين عليه أنه متعاطف معها بالرغم من داك الشي اللي دارت. أما أحمد فأكد لهم على أن عذراء هي السبب في داك الشي اللي وقع لموسى ولاء، وعاود لهم كل شي وبالتفصيل الممل. وكذلك فالجيران ديال عذراء ولاء أكدوا هاد الشهادات وقالوا باللي موسى ولاء كان مقرفص وعذراء ديما حاطة عليه وما كانتش مهلية فيه بتاتا. وبالتالي ففي نهاية المحاكمة غادي تم إصدار الحكم ب 15 عام ديال الحبس على عذراء، وهاد الشي ماشي غريب حيث القضية تم تحويلها من قضية كانت عن عمد وسبق إصرار وترصد القضية غير عمد، وبهذا الشيء تم الحكم غير بهاد السنوات القلال اللي ما فيهم حتى شي مصداقية أو عدل خوتي العزاز. والمعلوماتكم أخوتي فكون داك الطبيب اللي حط التقرير، وعلى حساب اعتقادي ما كانش متواطئ بأي شكل من الأشكال في تحوير القضية. فبالفعل عذراء كان خاصها تعدم، خصوصا خوتي العزاز أن هذا القانون مازال ساري المفعول ديالو في العراق ومازال منصوص عليه في القوانين ديال هذا البلد الشقيق.
القضية خربقات البلاد خوتي العزاز، وتدخلوا فيها بزاف ديال الجمعيات المختصة في حماية الطفولة، وطالبوا بإعادة المحاكمة العادلة، وضغطوا حتى على الحكومة العراقية باش يحطوا قوانين ويفرضوها على جميع المدارس باش يردوا البال لحالة التلاميذ ديالهم، ويراقبوا الوضعية النفسية والجسدية ديالهم، وتكون عقوبات خاصة بالأسر اللي كتهمل وليداتها. خوتي العزاز، تعلموا ما تفرطوش في وليداتكم، وتهلاو فيهم، ودائما كونوا قراب منهم ومن أفكارهم ومن يومياتهم. صبروا خوتي على تربيتهم، وحاولوا تجاوزوا جميع الخلافات والمشاكل اللي ممكن تخليكم تفارقوا إذا كنتم مزوجين، ويبقى وليداتكم عرضة للإهمال وحالتهم النفسية تتأثر، ويمكن يوقع ليهم ما لا تحمد عقباه. المهم خوتي العزاز، قصة موسى ولاء سالت هنا. موسى ولاء اللي مازال ما كمل حتى 7 سنين، واللي خداوه من الام ديالو بزز منه، روحوا دابا عند رب العباد، وهو اللي غادي ياخذ لي حقه عاجلا ام اجلا. كنتمنى خوتي العزاز تشاركوني ارائكم من خلال تعليقاتكم اللي كنجاوب عليها بكل شغف وحب، وما تنساوش تكثروا البارطاج واللايك لهذا الفيديو الى عجبكم باش ينتشر، ودعما لينا وتشجيعا لينا باش نبدلوا جهد كبر ونرضيو جميع تطلعاتكم. وفضلا وليس امرا، ادعوكم باش تشتركوا معنا في قناه الحدث ستوريز من خلال الضغط على زر سبسكرايب تحت الفيديو وتفعيل الجرس، وتساهموا معنا في انتشار القناه باش توصلوا اولا بالجديد ديالنا، وثانيا باش تكبر عائلة محققي قناة الحدث ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، وإلى الملتقى بإذن الله.